النهارده معانا التويوتا اللاند كروزر البرادو في جيلها الرابع الفيس ليفت الثاني. كنت من فتره عملت ريفيو للفيس ليفت الاول بتاعه 2013، العربيه دي 2021. تعالوا نشوف ايه الاختلافات ونجربها في بيئتها الطبيعيه الصحراء. يلا بينا. تنسوش تستفيدوا من اكواد التخفيض بتاعتي مع نون ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22. نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي، وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكم تبقى كبيره جدا، ما تنسوش تستخدموها. واول حاجه كالعاده نبتدي بيها هي ثمن العربيه، ثمنها حوالي 3 مليون. اللاند كروزر في جيلها الرابع بلغه تويوتا بيسموها الجي 150، وزي ما قلنا العربيه دي هي واخده الفيس ليفت رقم 2، لان انتاج العربيه دي ابتدى في 2009 والبيع ابتدى في 2010. انا عارف ان في حد فيكم هيكتب لي التاريخ بالظبط وساعه الانتاج لو حد يعرفه يكتبه تحت عادي مفيش مشاكل يعني، بس ما يكونش بيهبد اهم حاجه. طيب فكل اللي بيحصل ايه مع تويوتا ان هم بيغيروا بيعملوا فيس ليفت 1 و2 ودي الفيس ليفت الثاني. العربيه دي ايه؟ فول سايز اس يو في، دفع رباعي كامل، اول ويل درايف. هنا طول العربيه اكتر من 4.8 من 10، قاعده العجلات اقل شعره من 2.8 من 10، وزن العربيه الكيرب ويت المحمل بالسوائل فقط 2.2 من 10 طن تقريبا. الموتور هنا في العربيه دي الموتور الفي 6 ال 4000 سي سي اللي بيولد 271 حصان و 381 نيوتن متر من العزم، واصلين على نقل الحركه 6 سرعات الاوتوماتيك. وكعاده كل اللاند كروزرز اللي بتطلع من تويوتا هي بودي اوفر فريم، والشاسيه هنا ايه اللي بيسموه اللادر فريم. العربيه اول ويل درايف مستمر، وفيها امكانيه اللوكينج بتاع السنترال ديفرنشال كنا اتكلمنا دي وهنوريها لكم تاني واحنا برضو سايقين العربيه. في ناس كتيره ممكن تعتبر ان البرادو اللاند كروزر ميد سايز مش فول سايز، لكن الرسمي بتاعها هي فول سايز. انا هلاقي برضو اختلافات حسب البلد اللي انت بتتكلم عليها. طيب الاختلافات ايه ما بينها وما بين الفيس ليفت الاولاني؟ في تغيير في المعدن من فوق لو انتوا واخدين بالكم. طبعا العربيه هنا برضو لونها ابيض لؤلؤي اللي بيسموه البيرل وايت اللي تحت ضوء الشمس شكله حلو قوي. البرادوز واللاند كروزرز عمرهم ما بيكسبوا مسابقه الجمال في الشكل، هم بيكسبوا مسابقه القوه من الاخر. وكالعادة الشبكة كبرت وتغيرت وبقى فيها كروم أكتر. العربية فيها كاميرا أمامية فقط مع خلفية مش 360 عشان بتساعد في قهر الصحراء والظروف. مفروض برضو كان يبقى فيها 360 عشان تشوف العجل بتاعك داخل فين، لكن هنا فيها فرونت ورير كاميرا. الأنوار بقت LED وشافت تغيير كبير، وفيها داي تايم رانينج لايت نور النهاري، وبرضو عندي كلمة لاند كروزر برادو تحت بالكروم. زاوية الدخول اللي بيسموها الابروتش انجل هنا 30.4 من 10، زاوية كبيرة جدا، وعندي برضو فوج لايتس LED. الشكل كله بقى أقوى كالعادة، ولكن الضخامة بتاعت العربية هي اللي بتدي لها الهيبة الحقيقية، لكن الحركات اللي عملوها برضو في الكبوت من قدام شكلها أحلى أكيد. وده موتور العربية V6 ال 4000 سي سي اللي بيولد 271 حصان و 381 نيوتن متر، واصلين على نقل الحركة 6 سرعات الأوتوماتيك. وزي ما قلنا العربية Permanent All Wheel Drive، دفع رباعي مستمر، وفيها إمكانية الهاي واللو جير طبعا، وإن أنت تعشى السنترال لوكينج ديفرنشال. من الجنب تقريبا مفيش فرق خالص، ما بقاش فيه الباكيتات الكبيره اللي كانت موجوده في ال 13، لكن هنا بقى فيه كروم كده اشيك مش بنفس الحده طبعا، برضو الزمن بيتغير. المرايه ما زالت ضخمه جدا، وارتفاع العربيه ما زال ضخم جدا، وبرضو عندي عتب جانبي عشان تطلع فوق خالص وتوصل عايز تحط حاجه فوق او تقعد فوق كمان ممكن. العربيه ما زالت ضخمه جدا بالجرين هاوس بتاعها الازاز ضخم جدا جدا وراجع للورا خالص. عندي سبويلر برضو. عندي ملحوظه دايما، دي ثالث عربيه لاند كروزر بيضة. عملت لاند كروزر الكبيره وعملت البرادو اللي فاتت برضو كانت بيضة، ودي الثالثه بيضة. معرفش حد عنده لاند كروزر يا جماعه لون مختلف، يا ريت يكلمني على القناه برضو. وكاوتش العربيه هنا 265 65 17. طبعا 65 دي كبيره، وزي ما انتم شايفين في 6 مسامير رابطه الجنطه على العربيه. برضه هو المنظر كان المفروض الكاوتش يبقى اكبر شويه بصراحه، لكن هي بالنسبه لهم يهمهم اكتر قهر الصحراء فما بيهتموش قوي بالتفاصيل دي. لكن النهارده لو بصيتوا على اي حاجه مكافاه ليها مثلا زي اكس 5 او حاجه اكبر هتلاقوا حاطط لك 22، تعرف على طول العربيه دي ما بتخشش الصحراء، دول هم الجد بتوع الصحراء. من الظهر زي ما انتم شايفين مفيش تغيير كبير، الاناره هي هي بالظبط، ولكن مش LED، ولكن غيروا الالوان بتاعتها بقى لونها اكثر حمارا يعني، وفي الاسود اكتر من الجنب باين. وما زال عندي سبويلر الكبير ونور الفرامل الثالث، ولكن بصوا هنا بقى عندي المساحه مخفيه بالظبط زي ما لاند روفر بتعمل، ودي حركه حلوه جدا عشان المساحه نفسها ما تنشافش وتبقى مستخبيه ما تبوظ المنظر.
والكروم اقل ما فيش شك، وعندي الحته دي بالرمادي وبرده محفور فيها كلمه لاند كروزر برادو، والجنش والمنظر هو هو، زائد الكاميرا الرجوع الخلفيه زائد الحساسات كمان الخلفيه. شنطه العربيه كنا ورينا لكم المساحات كلها قبل كده في البرادو اللي فاتت. في الوضع ده 120 لتر طبعا بالصف الثالث، ما تنسوش العربيه دي 7 ركاب ففيها 3 صفوف، 120 لتر لو نزلت دول 620 لتر، لو نزلت الصفين بتبقى أكتر من 1800 لتر. طبعا شنطة كبيرة جدا، وما زال عندي الحتة اللي أنا أقدر أقعد فيها لذيذة قوي بتريح. وطبعا باب رهيب، وفي برضو العدة عندك هنا وهنا، وطبعا عندي مساعد ضخم لأنه باب تقيل ولازم يتمسك بمساعد. قاعدة العجلات أقل شعرة من 2.8 من 10، بس في العربية دي ما يعنيش حاجة لأن العربية ممتدة ورا الأكس الخلفي برضو حبة حلوة والأكس الأمامي، فالمساحة الفعلية اللي جوه العربية بتشيل 7 ركاب وفي راحة كاملة. أديكوا شايفين المساحة اللي عندي عاملة إيه، وبرضو زي البرادو اللي فاتت هي قماش، وعندي برضو فتحات التكييف اللي في كل حتة زائد الزون التالتة الإضافية اللي في الخلف، وتقدر كمان تسيطر على أماكن خروج الهواء. عندك مخرج 12 فولت 120 واط وكمان USB. النفق في العربية صغير جدا لا يذكر، ومن هنا عندي كمان الكاب هولدر المختفي اللي بيفتح سوفت، حلو قوي وشيك. وحلو ان العربيه زي دي تبقى قماش مش جلد عشان الرمله ما تبهدلوش، لو جلد ده هيتبهدل في يوم يومين يعني لو طلعت الصحراء. عندي نور هنا، والمساحه طبعا بتاعت الراس كبيره جدا. تعالوا نشوف الصف الثالث. طيب محمد صاحب العربيه هيورينا الصف الثالث، هننزل الكرسي. ايوه طيب استنى بقى، عايزين ان احنا كمان ننزل ده عشان نوري الناس المساحه الفعليه. بقى هات الكرسي عليك كده، ايوه في وضع برضو ما يتعبكش يعني. اوكي هو بيقدر يتحرك يعني. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ ورا تقدر تقعد قد ايه هنا يعني؟ ساعه ساعه. لا بس لو اي حد تحت 14 مثلا مساحه كافيه جدا، غير ان انت بالظبط تقدر تحرك الكرسي. وبتاخد 2 هنا مش كبار، ولكن برضه ممكن لو اتزنقوا فتره مش وحشه. طبعا برضه ما زال عندهم فتحات التكييف ورا والكاب هولدرز كمان مش ناسينها. تعالوا نشوف الاختلافات من جوه. طبعا المواد كلها في العربيه سوفت، مفيش اي حاجه تتقال عليها. الكونسول الوسطاني زي ما انتم شايفين اتغير تغيير كبير، وبقى عندي شاشه كبيره، وهنا في تغيير كبير وجذري في المنطقه دي كلها. طبعا اكيد بقت احدث قوي. عجلة القيادة 4 سبوك وجلد وملمسة حلو، وكمان الحتة اللي في النص دي زي الجلد برضو حلوة قوي. وهنا عندي السيطرة على النظام الترفيه، ومن تحت هنا عندي الحتة بتاعت الكروز كنترول ناقل الحركة زي ما انتم شايفين. خريطة برضو زي ما هو ما تغيرش، برضو فرامل يد عادية. هنا عندي حتة بتاعت وايرلس تشارجنج، والخانة حلوة وكبيرة، ممكن ما تاخدش التليفونات الأحدث الأكبر قوي، بس برضو خطوة للأمام، وإن كان أنا دايما بيبقى عندي تحفظات على الحتة بتاعت الوايرلس تشارجرز. ومن تحت هنا عندي برضو سموكرز باكج واثنين كاب هولدرز، زائد الحته بتاعت السنتر لوكينج ديفرنشال والثبات الالكتروني والهاي واللو اللي هم السيطره على طبيعه النقل الرباعي. وطبعا عندي اكيد هيل ديسنت كنترول اللي هو ينزلك على المنازل بشويش قوي ويسيطر على العربيه. عندي برضو مخرج 12 فولت ولاعه، هنا في حته مقفوله، عندي هنا مكان تخزين مختلف شويه كده. اوكي وكالعاده عندي هنا المساحه التخزين المبرده كول بوكس بتاخد من التكييف اول لما بيشتغل. دور التابلو كبير جدا، وهنا برضو شافوا اهتمام اكتر بالتريم، يعني فيها هنا جلاس بلاك حلو في كل حتة بشكل حلو. من فوق كالعادة عندي مكان لنظارة زي كل عادة تويوتا، ومفيش فتحة سقف في العربية بس الانوار بتاعت الكونسول الوسطاني. تعالوا نتفرج على الشاشة والعدادات بسرعة جدا. دي لوحة العدادات في العربية تقليدية، ولكن في شاشة في النص برضو فيها بيانات الرحلة كالعادة والاستهلاك زي ما انتوا شايفين 14.6 من 10، وان كان بيقولوا الاستهلاك هنا مفروض يبقى في حدود العشرة لتر، لكن عربية وزنها 2.2 من 10 طن اكيد برضو الرقم ده هيبقى اكبر. ومن هنا عندي طبعا التحكم في المرايات والانوار الفوج لايتس، وكمان غسيل الانوار الامامية وتشغيل الكاميرا الامامية. وده اكبر تغيير في العربية مفيش شك، الشاشة الكبيرة اللي في النص التاتش. ومن هنا زرار الهوم، ترجع لمنظر حلو برضو فيه ويدجتس، وعندك القبلة وحبة حاجات حلوة مع النافيجيشن بتاع العربية. ومن هنا عندك الميديا والفون والابس، طبعا برضو فيها زي ما انتم شايفين الويدجتس. وعندي كمان صاحب العربية منزل لها شوية حاجات زيادة اديشنال ابلكيشنز، من ضمنها مابس بتاعت جوجل، طبعا دي حاجة هايلة جدا. ولو بصينا تعالوا بقى نعمل كده، تعالوا نتفرج على الكاميرا الأمامية.
وده منظر الكاميرا الأمامية. تقدر تغير فيه كمان الزاوية بتاعت الكاميرا عشان تجيب لك زوايا مختلفة تكشف لك اللي قدامك، ودي حاجة طبعا مهمة جدا للي سايق في الصحراء. ومن كل مدوسة بتغير الزاوية، كده زاوية وايد، كده اللي بيسموها زاوية كلوس، وكده زاوية تالتة قريبة جدا لإكصدام العربية من قدام. وده منظر كاميرا الرجوع الخلفية، نقائها برضو مش كويس، الكاميرات نقائهم كلهم مش حلو قوي، لكن مفيش شك ان الشاشة عاملة نقلة نوعية كبيرة في العربية بالنسبة للفيس ليفت الاولاني. ومن هنا عندي التحكم في التكييف. العربية هنا فيها اتنين زون، زون امامية وزون خلفية، التحكم فيها بالزرار بتاع الرير، لان طبعا زي ما شفتوا وريتهالكم ورا هي كومبريسور منفصل كمان المقصورة الخلفية. مفاجأة حلوة لحبايبنا في السعودية والامارات، كود الخصم بتاعي M-Car وماجد 10 بقى شغال على السايت بتاع نون السعودية والسايت بتاع نون بتاع الإمارات. تعالوا نوريكم اللاند كروزر وهي طالعة ونازلة في حتت صحراوية، بس طبعا ما هياش قاسية أكيد، لكن منتهى البساطة بتطلع كل حتة وتلف الفوق كمان. حاجات دي بالنسبة لها ولا حاجة خالص يعني. اصلا شايفين ارتفاعها عالي ازاي كمان. ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. محمد واحمد عاملين ايه؟ الحمد لله. لازم هتقرب شوية يا أحمد عشان صوتك يوصل طبعا لو عايز تتكلم. طيب زي ما شفتوا جماعة العربية أكيد ده حاجة بالنسبة لها ضعيفة، بس بنديلكوا يعني طعم أكتر شوية من الطبيعي. هي العربية الحقيقة محتاجة رحلة أوفرودنج عشان الناس تقدرها. العربية فعلا الزوايا بتاعت الدخول والخروج بتوعها بيساعدوها جدا في قهر الصحراء، زائد الاعتمادية المشهورة لتويوتا كلها كماركة، وان المواتير ما بتسخنش ومفيش مشاكل منها فالناس ما بتقلقش، زائد برضو انها بتقدر تخش في ارتفاع مية 70 سنتي. طبعا مقارنة باللاند روفر الديفندر مثلا، احنا شفنا بقى دلوقتي 90 سنتي الديفندرز كلهم. يمكن يقولك تم قال، بس احنا عارفين ان الاعتمادية بتاعت العربية دي ما يعني هي اللي هتصور الديفندر وهي داخلة، وهي اللي هتقطرها وهي طالعة في الغالب، ما يعني دايما بقول الكلمة دي. طيب عربية سقناها قبل كده ما فيش اختلاف غير في نقل الحركة تمام، وطبعا دي برضو ممكن تحسن الاستهلاك بتاع البنزين. احنا وريتكم الاستهلاك اللي كان على العداد 14.6 من 10، لكن محمد انت بتبلغ كام الاستهلاك بتاعك الواقعي؟ يعني الواقعي لو احنا داخل البلد ممكن تعمل اللتر يعمل 6 كيلو على السرعات. اللتر يعني يعمل 6 كيلو. 6 كيلو داخل ماشي البلد. اوكي. على السرعات ممكن من 120 ل 140، ممكن تعمل من 8 لربع الى 8 او 7. اللتر يعمل لك اللتر الواحد يعمل 8. ده قريب من الاستهلاك اللي هم بيقولوه فعلا. يعني التوتال ممكن يقول 12.9 من 10 13 لكل 100 كيلو. لكل 100 كيلو 13 لتر لكل 100 كيلو. هم بيقولوا في الكتيب 10. طبعا 10 ده متفائل. احنا عارفين يعني لازم تبقى سايقها كده ايكو سرعه 80 90 بالظبط عدد لفات. بس هي استفادت جدا بالنقله الستة، لان عدد لفات الموتور دلوقتي بقى اوطى قوي 1500 لفه. طبعا الموتور هنا تنفس طبيعي اللي بيسال، وزي ما قلنا الدفع رباعي مستمر. دي واحده من الحاجات اللي ممكن تخلي الزياده العاليه في الاستهلاك ان انت مشغل الاربع عجلات بصفه مستمره اكيد يعني. ولكن قياده العربيه زي ما دايما بقول على العربيات دي، انت بيسموها كينج اوف ذا رود، انت وضع القياده عالي جدا، كاشف كل حاجه قدامك. العربيه بيقول كمان دي تعبير تاني لازم استعمله، كوماندنج جدا، يعني انت قاعد في مكان بيوحي بالثقه مفيش شك. والعزل فيها احسن من الفيس ليفت اللي فات، الصوت هنا معزول احسن، العربيه اهدى كلها، ممكن يكونوا اهتموا شويه بالمواد الداخليه اكتر والعزل العام، حاجات انت ممكن ما تكونش شايفها في العربيه ولكن بتتعمل في الكواليس، يعني ممكن تقول ورا البانلز، ورا الحتت بتاعت البيبان، ورا التابلو، ممكن يكونوا زودوا العزل شويه، الحاجات دي كلها بتفرق، بالذات ان العربيه ما بيغيروش الشكل يعني لغايه النهارده. هو من الانتاج ابتدى في 2009 ولغايه النهارده
ما تغيرش. احنا بنتكلم في زمن فيس ليفت، فيس ليفت ممكن يكونوا بيعملوا تغييرات كتيره من جوه. انا الانطباع بتاعي انها اهدى من البرادو اللي فاتت، اوكي. والجيرنج النسب بتاعه النقل بتاعه الجير بوكس معموله اكتر للتوفير شويه، يعني وانا سايق هي بتحاول تساعدني شويه في توفير الاستهلاك. طبعا الزمن برضو اتغير، خدوا بالكم بنتكلم في 9 سنين او 8 سنين بجوه نفس العربيه، والعربيه طبعا باين وزنها جدا، عربيه تقيله وراكزه جدا على الارض. المفروض بيقولوا انها بتتسارع في حدود برضو العشر ثواني اعتقد، ده رقم 9 ثواني، ده رقم متفائل شويه، ولكن يعني زي ما يقولوا هو كارز، يعني احنا ما يهمناش قوي التسارع. انا بحب ايده في النقطه زي ما انتم عارفين مش اكتر، لكن عربيه طبعا بقى في الملفات بتتمايل بوضوح لان ده بودي اوفر فريم، لادر فريم تقيل، ولكن الدفع الرباعي دايما بيساعد، يعني دايما فيها مود رياضيه وممكن تنقل مانيوال في المود الرياضيه كمان. وطبعا المود الرياضيه علت لي عدد لفات المطور، يعني سقطت نقله من الاخر، لكن برضو ما تتوقعش كتير من المود الرياضيه، ما زالت عربيه تقيله. طبعا في منها بينزل بالفي 8 الاقوى، ولكن برضو في المطبات بتتعامل حلو، والكاوتش عشان في كمية لحم 65 البروفايل، فما بتحسش بالمطبات مع الوزن، العربية مش خفيفة ما بتدبدبش يعني، وكمان بتاخد المطب قوي، واخدين بالكم وزن برضو باين. لو حبيت ارتقي هتلاقي الارتقاء بس طبعا متواضع، لكن تعالوا نشوف برضو ونشوف الثبات العام بتاع العربية. العربيات دي مش معمولة انها برضو تجري على سرعات عالية قوي، ودتني التحذير بتاع 120 كيلو على طول، تحسسك ان في حاجة هتنفجر جوه العربية. مقفول على 180 الحمد لله سكتت، مقفول على 180 تقريبا او 190 في الحدود دي. مازال عزل الصوت عند ال 140-150 اللي انا سايق عليها جيد جدا، يمكن اكتر حاجة سامعها بخلاف الهواء اللي حوالين المرايات بوضوح هو الصوت بتاع الكاوتش، لان البروفايل ده كاوتش يعني ينفع الاوف رودنج كمان، فبيبقى اخشن شويه والنقشه بتاعته مش حلوه قوي للاسفلت بالذات في الصوت، ولكن عربيه ثابته جدا حتى على السرعه دي، ولسه فيها تاني كمان على المود الرياضيه دلوقتي على الرابع معاك لسه للسادس. هنشوف بقى مقفول على 180 فعلا ولا لا. فعلا بتقفل. بتقفل خالص، بتقفل خالص، مفيش اي حاجه هتعملها حضرتك. ثابته برضو جدا برغم ارتفاعها، وزنها مساعدها في الثبات وانها دفع رباعي مستمر، فالعربيه حلوه في كمان في الملفات على السرعه العاليه. طبعا ده ملف مش جامد، تعالوا نجربها في ملف الاندرستير بتاعي ونشوف ايه اللي هيحصل فيه واحنا سايقينها في المود الرياضيه. عربيه 2.2 من 10 طن باللي فيها قولوا كمان 200 كيلو او يعني ما اعرفش كام كيلو. 300 اقول 300، لا 300 كتير، انا 75، انت كام كيلو؟ خلينا اعترافات دلوقتي. 83 95 ماشي يا عم، 200 ماشي. طبعا بتتمايل مفيش شك، فراملها كويسه بس كنت احبها تبقى يعني اقوى من كده. الفرامل محتاجة شوية تعود، هتفرمل كويس وكله لكن محتاجة تعود، وطبعا في الملف بتميل بوضوح، لكن الوزن والدفع الرباعي بيساعدوها ان العجل يبقى لازق على الارض، وانا بزود السرعة في الملف من غير ما اتضايق قوي، برضو الوزن مساعد والتعليق الرباعي او الدفع الرباعي بالاصح. يا جماعة التعليق الرباعي ده ايه اللي انا بقوله ده؟ حد يراجع وراي الكلام يا جماعة، مينفعش كده. برضو مساعد، ثابتة والوزن بيساعد. طبعا بترمي نفسها بره في الملف مفيش شك، ولكن احسن من عربيات تانية كتير. احسن اقول لكم من ايه؟ احسن من الديفندر بكتير. الديفندر نسبها بالنسبه لي كانت عاليه قوي وبتتمايل قوي بزياده، فدي اثبت من الديفندر في الملفات دي بوضوح. تعالوا نعمل تجربه التسارع. اول حاجه لازم نطفي التكييف برضو عشان يعني ما نحرمش الموتور من اي قوه، وكمان العربيه فيها ثبات الكتروني. تعالوا نطفيه من هنا اهو كده، تراكشن اوف، وتعالوا نشوف برضو اقدر ادي لها بريك بوست. فاكرين عملت لكم حلقه ازاي على حته الانطلاق بالعربيه؟ العربيه تورك كونفرتر نقل حركه عادي ومش تربو، ولكن برضو ايه عايز ايه اسخن شويه الموتور كده ندي له دفعه يعني، وحاططها في المود الرياضيه. تعالوا نجرب رجلي على الاخر خالص،
التنافس الطبيعي حلو فعلا ممكن تبقى 9 اقل من 9 كمان 8.95 رجلي على الاخر خالص. تعال نشوف الربع ميل 16 مش وحش ابدا على 2.2 طن اكيد يا جماعه. زي ما شفتوا عربية 2 طن 200 زائد انت حسبت لنا الوزن كام 255 على 2 طن ونص يا جماعة. وفي حد لو ماسك النوتة 2 طن 455 بالظبط عشان نبقى مظبوطين. واتسرعت في اقل من 9 ثواني 8.95. لو كنت عملت تجربة تانية كانت ممكن حسنت شوية لو كان عليها كاوتش مش بتاع كل الظروف يعني لو كان كاوتش الاسفلت بس كانت حسنت اكتر كمان. الدفع الرباعي دايما بيفيد. الملخص السريع ايه؟ احترامي للعربيات دي بيزيد كل ما بعمل لهم ريفيوز، كل ما بعمل ريفيو للعربيات دي احترامي بيزيد، مفيش شك مقارنة بالفيس ليفت رقم 1 اللي كنت عاملها 2013، هنا المواد حسنت العزل العام في العربية مع التطور بتاع الشاشة، المكان بقى حديث. لا لو كلمتكم على الكرسي لا الكرسي كبير جدا مريح، طبعا هي في فئة اعلى منها بتنزل بكراسي جلد وبتنزل بكاميرات 360، بتهيألي 360 حاجة مهمة شوية في قاهرة الصحراء بالذات عارفين المنظر الجانبي تبقى عارف انت داخل على طوب ولا لا. لكن برضو ان فيها كاميرا امامية يعني زي ما يقولوا ايه نص الدنيا، ولكن احترامي بيزيد جدا. استهلاك البنزين طبعا عالي، عربية وزنها المحمل بالسوائل فقط 2 طن 200 فاكيد في استهلاك، ولكن الدفع الرباعي والتنفس الطبيعي مع التغيير بقى تعجير بوكس الست نقلات العربية بقت أسرع شوية أهدى بكتير، عملوا حاجة أكيد في العزل ونفس مستوى الراحة والثبات شفته في الملفات جيد مقارنة بالأس يو بيز اللي حواليها. هم عمرهم ما اهتموا أي بالشكل، هم دايما اعتمدوا على اللي بيسموها إيه فانكشن اهم من الفورم، يعني ان العربيه تؤدي ان زوايا الدخول وزوايا الخروج تبقى هي الحكم العربيه وبقيه الحاجات كانت بتبقى ايه جايه اضافه، لكن ما اهتموش قوي بشكل العربيه. وان كان مؤخرا في اللاند كروزر الاحدث الجي 200 اهتموا قوي بالشكل لانه عارفين العربيات دي بقت بالنسبه لهم اكتر عربيات عندهم بتبيع. احترامي الكامل ليهم، عربيات متهندسه بزياده مفيش حاجه تتقال غير ان استهلاك البنزين طبعا ممكن يبقى مرعب شويه، ولكن التكييف وكل حاجه تانية في العربيه حتى الكرسي بالثلاجه بالفانكشنز كلها مريحه جدا، عربيه جميله مفيش شك وتستاهل كل حاجه بتدفع فيها. لو عجبكم الكلام ده اشكروا الجماعه جدا ان هم جولنا وجولنا في الميعاد بالظبط. ولو عجبكم الكلام ده ادخلوا على سناب شات والحاجات التانيه اللي هتطلع لكم دلوقتي واعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم. سلام. تنسوش تستفيدوا من اكواد التخفيض بتاعتي مع نون ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22. نون دايما عندهم تخفيضات على حاجات كتير قوي وبكواد التخفيض دي كمان ممكن التخفيضات بتاعتكم تبقى كبيره جدا، ما تنسوش تستخدموها. مفاجاه حلوه لحبايبنا في السعوديه والامارات، كود الخصم بتاعي ام كار وماجد 10 بقى شغال على السايت بتاع نون السعوديه والسايت بتاع نون بتاع الامارات.